مفهوم الصيام لغة وشرعا. إذا لغة على ما جاء في لسان العرب لابن المنظور هو الإمساك، هو الإمساك. قال: الصوم ترك الطعام والشراب والكلام، صام يصوم صوما وصياما، صام يصوم صوما وصياما. ومن الممكن إن شاء الله تعالى أن أعطيكم يعني هذا الملف الذي أعتمد عليه يعني بعدما ننتهي منه إن شاء الله تعالى. وقيل للصامت، الرجل إذا كان صامتا يعني لم يتكلم، لم يتكلم، قيل للصامت صائم. لماذا؟ قلنا الصوم هو الإمساك، وهذا قد أمسك عن الكلام، أمسك عن الكلام. لهذا قال الله عز وجل إخبارا عن مريم ماذا قالت؟ إني نذرت للرحمن صوما. ماذا تقصد بالصوم؟ أي تقصد صمتا، تقصد صمتا. نذرت للرحمن صوما أي صمتا، لأن الصوم هو الإمساك، ناوت أن تمسك يعني عن الكلام وليس عن يعني ما يؤكل ويشرب. ويفسر دليله، دليله قوله تعالى فيما بعد قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. انظر، إني نذرت للرحمن صوما أي أنواع الصيام، فلن أكلم اليوم إنسيا، دليل قاطع على أنها أرادت بقولها إني نذرت للرحمن صوما أرادت الصيام عن ماذا؟ عن الكلام، يعني ترك الكلام. أما شرعا فلو تعريفات يعني عدة، اخترت أنا تعريف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال: هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن لاحظوا ما هو الصوم شرعا، هو التعبد لله. إذن ما يفعل من يعني الامتناع، من امتناع عن المفطرات يفعل ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء يعني كعبادة ليس كرياضة، ليس كرياضة. لهذا قال هو التعبد، وأنا بصيام هذا أتعبد الله عز وجل وأرجو الأجر. إذن أتعبد الله عز وجل بماذا؟ بأن أمسك عن المفطرات، الأكل الشرب الجماع وما كان في معناه، المفطرات من طلوع الفجر الثاني، فليس من كما يفعل الكثير إذا سمع الأذان الأول أمسك. ويقول هذا من باب الاحتياط، الاحتياط في نفسه بدعة، الله عز وجل وسع عليك، قال حتى يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأنت يعني تجعله في الأول، إذا تشرع أنت لا، من يعني طلوع الفجر الثاني إلى أن تغرب الشمس، إلى غروب الشمس. قد يراه الإنسان بعينه وقد يعلم بأن الشمس غابت اعتبارا يعني اعتمادا مثلا على التوقيت، وليس شرطا أن ترى بعينيك يعني غروب الشمس، لكن إن علمت وتيقنت أنها غربت فهذا الإنسان يعني قد أفطر ولا يحتاج حتى إلى آذان مؤذن أو نعم.